وعلى أهل بيتك المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أنسى حسينا بالطفوف مجدلا على الظمأ والماء يلمع طاميا. ووالله لا أنسى بنات محمد بقين حيارا قد فقدنا المحامية. إذا نظر فوق الصعيد حماتها ورؤوسها فوق الرماح عواليا هناك انثنيت تدعو ومن فرط الأسى ضرامون غدا بين الجوارح واريا أنادي ولا منكم أرى من مجاوب فما بالكم لا ترحمون صراخيا ولم أنس حول السبط زينب إذ غدت
تنادي بصوت صدع الكائن أخي لم تذق من بارد الماء شربة وأشرب ماء المزن بعدك صايا يا أخي يا هلال يا إن غاب بعدك مالي يا فاضحت به أيام سعدي ليالي أخي لو ترى السجاد أضحى مقيدا أسيرا يعاني موجع الضرب قايا أخي صرت مرما للحوادث والأسوا فليتك حيا تنظر اليوم حيا علي عزيز أن أراك على الثرى عليك عزيز أن ترى اليوم ما بي فحاشاك أن ترضى أن أروح حواسرا سبايا بنا الأعداء تطوي الفيافي هاتفني زماني مش عني وبالذل رماني ولا واحد ولا واحد أقول
صوب عينك حماني يا بس ايتامكم يمي يلعبون خويا وهم بيكم يعودني زماني وشين الراس بيكم يا اخواني انا ورد لهيبتي ورفعت مجاني والله رفعت مجاني وشوف حسين والعباس الازهار انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى روح سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأصحابه الميامين شهداء الطف وإلى أرواح موتاكم صلوا على محمد وآل محمد الإنسان له حرمة كاملة إن الله عز وجل فضل الإنسان على سائر مخلوقاته ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا الإنسان كله محترم عند الله جزءه كله وعند الله عز وجل الجزء كالكل في المسجد الحرام أمام الكعبة في يوم عيد الأضحى قال صلى الله عليه وآله وسلم أي بيت هذا؟ قالوا يا رسول الله أعظم بيت قال أي بلد هذا؟ قالوا أعظم بلد قال أي يوم هذا؟ قالوا أعظم يوم فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إن حرمة المؤمن أعظم من بيتكم هذا ومن يومكم ومن بلدكم حرمة المؤمن وقال صلى الله عليه وآله وسلم لهدم الكعبة حجرا حجرا لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من إيلام قلب المؤمن إيلام قلب المؤمن الله أكبر
هذه حرمة الإنسان عند الله، وللإنسان شخص وشخصية. تارة الشخصية تقتل، يغتالون شخصه وتارة شخصيته. الشخص يقتل باليد وبالسلاح والسيف، والشخصية تقتل باللسان، بهتك حرمته، بتبديد كرامته، بالغيبة والافتراء والتهمة وما شابه. تارة أثر اللسان أشد من أثر اليد، يعني قتل الشخصية عند الله أعظم من قتل الشخص. جراحات السنان لها التيام، ولا يلتام ما جرح اللسان. الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام والروح له الفداء قال: أيها الناس انظروا إلى هذا الخاتم. نظروا، قال: انظروا إلى فص هذا الخاتم. نظروا، قال: أيها الناس، لقد حضرت في يوم عاشوراء عند جسد والدي الحسين، فلم أر موضعا سالما في جسده من رأسه إلى قدميه بمقدار فص هذا الخاتم. هذا المقدار مكان سالم ما وجدت في جسد والدي الحسين. ثم بكى والناس يبكون. ثم رفع رأسه، قال: أيها الناس، ما لقتل الحسين بكيت، ما لقتل والدي الحسين أبكي، وإنما أبكي لأن القوم لم يقتلوا شخصه فحسب، وإنما قتلوا شخصيته. اتهموه بأنه خارجي، وقتلوه بالتهمة والافتراء، ثم قتلوه باسم الدين، هم على أصل الدين، وأبي لم يكن تابعا للدين، خارجي. ما معنى الخارجي؟ هؤلاء أهل بيت الخوارج، هذا رأس الخارجي. ولذلك عند الله عز وجل القطرة الواحدة من الدم بمثابة الدورة الدموية الكبرى في جسم الإنسان. كم لتر من الدماء في جسم كل إنسان؟ القطرة الواحدة بمثابة كل الإنسان وقيمته وشخصيته، لأن الجزء كالكل. إنسان واحد بمثابة الآن في هذا الزمان 7 مليارات إنسان، هكذا يقال نفوس الكرة الأرضية، الإنسان الواحد قيمته قيمة 7 مليارات. إذا قتل شخصا كأنما قتل كل أهل الأرض، وإذا أحيا إنسانا واحدا فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا الإحياء تارة يكون إحياء مادي، غريق أنقذه، إنسان في الحريق أنقذه، في حادث سيارة أسعفه وأوصله إلى المستشفى وأنقذ حياته، هذا هو الإحياء. وتارة يحيي الإنسان الضال الذي ضل الطريق، الذي اشتبه عليه الأمر، لأن طريق الحق والصراط المستقيم هو واحد، والطرق الضلال والانحراف والتيه عديدة. ودائما أيها المؤمنون الكرام هكذا يكون الحق واحد مفرد، الباطل جمع. كتاب أنزلناه لتخرج
لتخرج الناس من الظلمات، هذا الجمع، إلى النور مفرد. الأمراض بالمئات، الصحة واحدة دائما. الحق والطريق، الحق وطريق الحق يكون مفرد، وأن هذا صراطي، هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا شنو السبل، لما يأتي إلى الباطل جمع. الناس ثلاثة، عالم رباني مفرد، متعلم على سبيل نجاة مفرد، لما يصل إلى الباطل وهمج رعاء، أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح. الإنسان إذا لم يكن واعيا في حياته يشتبه عليه الأمر. إذن قتل الإنسان، قتل الإنسان الواحد كأنما قتل الناس جميعا، أو إذا قتلوا شخصيته وبددوا كرامته. إن ربك لبالمرصاد، هكذا شاءت المشية الإلهية بالنسبة إلى القاتل، القاتل يقتل. إن الله عز وجل يقتص وينتقم من القاتل لا محالة. خصوصا إذا كان المقتول المظلوم من أوليائه، ولمن نهض لإحياء دينه والدفاع عن شريعة سيد المرسلين. إذا قتل الإنسان العادي المتعارف هكذا، فكيف إذا كان المقتول هو الحسين ابن علي الذي ترعرع على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرى خاتم الأنبياء وجوده ودينه وشريعته من الحسين، حسين مني وأنا من حسين. هكذا إنسان يقتل، يقتل بأبشع صورة. ما قتلوا الحسين فحسب كقتل إنسان متعارف، إن العدو استعمل كل الأساليب، كل الأساليب الوحشية. اتخذ العدو الأموي في كربلاء وفي مجزرة الطف الرهيبة، استعمل العدو كل أساليب الخساسة والدناءة. تريدون قتله؟ ما معنى العطش؟ ما معنى قطع الماء؟ تريدون قتله؟ ما معنى اقتحام الخيام وسلب البنيات الصغيرات من آل رسول الله؟ تريدون القتل؟ ما معنى إحراق الخيام؟ أضرموا الخيام نارا. تريدون القتل؟ ما معنى قطع الرؤوس وحمل الرؤوس على الرماح؟ وضع الرأس الشريف، هذا الثقل العظيم في الكون، تضعون هذا الرأس في التنور؟ بكل الأساليب والطرق أرادوا تبديد كرامة الحسين، وأرادوا طمس آثاره والقضاء عليه إلى يوم القيامة. هكذا صدر يزيد الأوامر المشددة إلى قيادة الجيش بكربلاء بإبادة أهل البيت، وأن لا يبقى على مسرح الحياة متنفس من آل محمد. هاي كانت الخطة، تبديد تبديد. ما معنى سحق هذه الأجساد بحوافر الخيول؟ تلاشت الأجساد، تلاشت. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن تنصروا الله ينصركم. إن الله عز وجل مباشرة تعهد بنصر الحسين ونصرته والمحافظة على الحسين، كما أنه تعهد بحفظ القرآن، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كذلك الحسين الله تعهد بحفظه، وحفظ الحسين بحفظ مرقده وضريحه وحرمه وعتبته بعد، وحفظ مآتمه ومجالسه. بالله عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات، أفلا نرى العجب العجاب في قصة الحسين؟ وهل تعرفون ملفا آخر في الكون في تاريخ البشرية يضاهي هذا الملف؟ أليست هذه قصة عجيبة؟ بالله عليكم، من ضرب صدره وظهره ورأسه وأدمى وجوده في فقد ولده الشاب؟ أفلا نرى، وكم نرى في الحياة من يفجع بولده وفلذة كبده، لكن هل هناك من يضرب رأسه ويدمي رأسه في فقد ولده؟ هل هناك من يضرب نفسه ويلطم على صدره في فقد أبيه، في فقد أمه الحبيبة؟ لا. ثم قضية وحادثة حدثت قبل 1400 سنة لا زالت طازجة، لا زالت حية، وكأنما هي قبل أيام لا قبل هذه القرون الماضية. هذه مو من المعجزات؟ هذا مو من العجب؟ العدو ظن بأنه بهذه الحركات اللا إنسانية يطفئ هذا النور، لكن الله عز وجل أضاء النور. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، ما يمكن هذا. ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيد. طول السنة خصوصا في أيام محرم، كم من الناس الذين لم يكونوا على دين رسول الله يدخلون في دين الله وفي دين رسول الله عن طريق الحسين. سلام الله عليك يا أبا عبد الله، الحسين خالد باقي، ما بقي الدهر. خسر القاتلون، خسر الأعداء، خسر الظالمون الذين وطأوا جسد الحسين بخيولهم، وهم يريدون القضاء على قدسية وكرامة هذه الأسرة. فليخرجوا من لحودهم، فليخرجوا من السعير ومن نار جهنم، لينظروا، ليلقوا نظرة إلى الحسين وبقائه وحياته وخلوده. الله أكبر. في اليوم الماضي يوم عاشوراء، كأنما عاشوراء سنة 61 هجرية، لا 1435 من الهجرة، أين نحن من حدث الطف وقتل الحسين؟ وسوف يبقى الحسين، وتبقى مجالسه، ويبقى مرقده وضريحه، سلام الله عليه، الذي تهفو ملايين من قلوب المؤمنين لزيارته. وأمامنا زيارة 40، وسوف ترون وتتذكرون هذه الكلمة، وكلكم أدرى وأعرف. هذه الأعمال التي تقدم للحسين، هذه لإنسان ميت؟ لا، الحسين حي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وفي آية أخرى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون. الرزق للحي وليس للميت.
الحسين حي حي. صنعوا ما صنعوا بهذه الأبدان. تعلمون إخواني آجركم الله مأجورون جميعا، ما قصرتوا في هذه الأيام العشر الماضية، خصوصا في اليوم الماضي في يوم عاشوراء انتهى كل شيء. لكن تعلمون أن المصيبة العظمى من هذا اليوم بدأت. تعلمون متى؟ صباح هذا اليوم حينما جاءوا بالنياق، نياق بغير وطاء، ويركبوا آل رسول الله على النياق، العلويات، المخدرات، المجللات. زينب وما أدراك من زينب، هي عابدة آل علي، هي عقيلة الطالبين طالبيين، هي العالمة غير معلمة، هي عقيلة بني هاشم، يركبونها على جمل بغير وطاء. ثم أيها الإخوة، هل بإمكان المرأة أن تركب الجمل لوحدها بدون من يؤازرها، من يساعدها؟ على طول الخط من المدينة إلى مكة، من مكة إلى كربلاء، أبو فاضل كان معاها، هو السناد، هو الكهف، هو الكفيل. لكن في مثل هذا اليوم التفتت يمينا وشمالا، تذكرت قبل 8 أيام 9 أيام حينما وصلت إلى أرض كربلاء، كيف نزلت كربلاء بالعز والاحترام والجلال، وحولها النجوم الطالعة والكواكب الدرية. أبو فاضل يمها، علي الأكبر، القاسم، شبان بني هاشم. الآن تنظر يمينا وشمالا لا ترى إلا العدو. أقبل بعض أعداء الله ليركبوا بنات رسول الله، فصاح زين العابدين تنحوا عن حرم رسول الله، هن يركبن بعضهن بعضا. زينب العقيلة وأختها أم كلثوم أركبتا النساء والأطفال على الجمال، بقيت هي وأختها. قالت أخي تعالي أنا أساعدك اركبي. قالت لا أخي أنت اركبي. قالت أخي إذا أنا ركبت أنت من يركبك؟ هنا هاج بقلبها الحزن، تأوهت، الله أكبر، تأوهت. قالت أنا أمضي إلى الذي أخرجني من منزلي وأركبني في محملي، أنا رايح العباس أشوف. توجهت نحو العلقمي، صاحت عباس عباس كافي لي، قم الآن وركب أختك زينب. في الليلة الماضية بينها هي جالسة مشغولة بعبادتها وصلاة الليل والأجساد مطرحة كالأضاحي، وإذا بها زينب العقيلة ترى السواد مقبل من جانب العدو. قامت وصاحت من هذا؟ ماذا تريد؟ وين جاي؟ احنا فقط حريم، ما عندنا رجال، عندنا رجل واحد عليل على فراش المرض. قال لها لا تخافي لا تخافي، إن الأمير ابن سعد، عمر ابن سعد، بعثني لأكون حارسا عليكم. هنا هم صاحت، قالت أبعد عين أبي الفضل أنت تحرسنا؟ ارجع ارجع، احنا حارس من ريد، حارسنا نايم على نهر العلقمي. عباس يا راعي الشيم، هاليوم يوم العزاء، ها هاليوم اكثر من يوم العاشر، ها مو انا اقرا، هاليوم انتوا اقروا لتسجل اسماءكم ان شاء الله في سجل الناعين والراثين، مو فقط المستمعين. عباس يا راعي الشيم يا الشايع علو، ما منه الذي بان الضعن لون ميتن، ما
لحد على يا بختك ترضى بيسور اختك اي وليحدي خويا يا صاحب الغيره وليحدي للناقه زجور عباس يا عيون ترضى يذلوني وللشام يهدون خويا عباس يا تاج الفخار منه الفرج جودايك نايم على الشاطئ يا خويا مقطع اذنودك ترضى يا والينا وكفايا تولينا صوتك صوتك اي عباس يا عيوني ترضى يذلوني للشام يهدوني وبعد بعد للحسين بيت واحد للحسين بكاء بكاء يوم 11 يوم العزاء والمصيبة من هذا اليوم بدأت مصائب أهل البيت أي خويا رضوا يا خويا جثتك أهل الغد يا الخيال واسلبوا خويا لامتك والدمع عليا هاي سيئي جثتك علي الغابرة بسيوفها مواذرة صوتك صوتك أي مظلوم يا أخو يا محروم يا أخوي الله الله أكبر خويا والشمر يا خويا جلس أي وحسينا وحسينا والشمر يا خويا جلس وتربع بصايا يا أدراك أيوة حسينا والشمر يا أخوي يا جلاس وتربع بصايا يا دراك واختك وهي بكيت راك اقول تشوفه يحزن حرك خويا إن صحيت بويا يضربوني أي ولا قليت خويا يشتموني ومن الضرب ورمى نمتوني هدية لأمواتكم
لمن كان معنا في هذا المسجد والآن تحت التراب، ما ندري السنة القادمة احنا موجودين ندرك عاشوراء أو لا. يا صاحب الغير يا أبا الفضل، صعبة صعبة يا والله صعبة 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 على الأخت قدام أخوها، يضربها العدو ويشتم أبوها. ونا ونا وصلها إلى حرم العباس، يضربها العدو ويشتم. يا ام ابوها، اي ولا واختك يا ابو فاضل ولوها. الله الله الله، اي ولا واختك ولو اختك يا ابو فاضل ولوها، اي سبوها من بعد عزها، سبوها اي سبوها من بعد عزها. يا سبوها احمى الضايعات بعدك ضعنا. يا الله، بالحسين الوجيه اجعل هذا المجلس ذخيرة قبرنا وآخرتنا، بحق الحسين اشف كل مريض، من وصاني لمريضه لحاجته، بحق الحسين اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، تقبل من الحاضرين بلطفك وكرمك. اللهم لا تجعل هذا العام آخر عام من حياتنا. إلهنا ثبتنا على ولاء أئمتنا وعلى تعظيم شعائر الحسين بكل أنواعها. إلهنا عجل فرج صاحبنا ومعزنا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه، وبلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. الله أكبر الله أكبر. Oh.